السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حل مشكلة الرسالة اللي بتجيلك عند فتح الكمبيوتر، ودي معناها إن الكورس غير متعارف. الكورس صلب اللي هو الهارد ديسك، اللي هي نون سيستم ديسك أو ديسك، ودي معناها يا شباب إن هو الجهاز غير متعارف على الهارد ديسك. في حل المشكلتين دول، الحل الأول اللي هو في مشكلة في السلك، أو السلك متاكل أو في تلف، والحل التاني يبقى في مشكلة في الهارد ديسك. مبدئيا الشباب هنشيك على كل السلوك، فممكن يكون الهارد اتنقل من مكانه، فهنشيك كله على السلوك ونتوجه للحل التاني. الحل التاني يا شباب في الجزء التاني من التوصيل توصل بالهارد ديسك، ممكن تكون تالفة أو فيها مشاكل يعني في التآكل أو مشاكل في الأطراف. فطبعا الخيار التاني عندك اللي هو في جزء تاني متوصل بالسلك هنستخدمه، طبعا الجزئين دول نقل بيانات عادي، هنستخدم الجزء التاني هنتأكد إن في مشكلة في السلك ولا لأ. هنركب الجزء التاني اللي هو مش متاكل وهنجرب. تمام يا شباب، اشتغل معايا ومفيش أي مشاكل يبقى كان المشكلة أي في مشكلة في السلك، ما اشتغلش معايا بنجرب نغير الجزء التاني اللي هو نقل بيانات، نركب الهارد ديسك ونجرب. ما اشتغلش خالص يبقى في مشكلة في الهارد ديسك، بناخد الهارد ديسك وننقله جهاز تاني. اوكي يا شباب، شباب هيبدأ هنجرب يفتح ونشغل معايا الديسك الكمبيوتر واشتغل كده. معايا. كانت المشكلة في البيانات، او مشكلة عفوا في سلك البيانات بتاع الهارد ديسك، فانت تأكد على سلك البيانات وتأكد على التوصيلات. لو ما اشتغلتش معايا غير التوصيلة بتاع نقل البيانات، ما اشتغلتش غير الهارد ديسك، او خد الهارد ديسك لجهاز تاني وجربه. اوكي يا شباب، يكون الفيديو بتاعنا خلص، على الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب القناة. ودي حل لما تبقى هارد ديسك في مشكلة في هارد ديسك في السلوك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.